بسم الله الرحمن الرحيم. لو جينا دلوقتي نشوف رسمة الإسكارس أو ذكر الإسكارس في حالة التشريح، أول حاجة بنشوفها في ذكر الإسكارس بنشرح جهازين اتنين، الهضمي والتناسلي. الجهاز الهضمي أنبوبة طويلة مستقيمة عادية كده الشكل اللي احنا عاملينه ده، ونلاقيها في الآخر تفتح بفتحة الكلواكا الأوبنينج، فتحة المزرق، وفيها قناة مشتركة الشكل اللي احنا عاملينه ده. طيب دي القناة الهضمية، سهلة جدا وبسيطة جدا. بدايتها الماوس، الفم، بعد الفم مباشرة عندي حاجة اسمها الاستوموديوم، المعبر الفمي أو المدخل الفمي، استوموديوم. الاستوموديوم المنتصف عندي الميد جات، والفتحة النهائية اللي بيفتح بها الجهاز الهضمي بنسميها الكلواكال اوبنينج، فتحة المزرق. طيب لو جينا نكمل علشان نبص مع الجهاز ده، نلاقي ان هو بيشترك مع الجهاز التناسلي في الفتحة، بحيث ان اول حاجة عندي بتطلع من الجهاز التناسلي انبوبة تخينة شوية كده اسمها الفيزيكيولا سيميناليز، التخينة دي. طيب خلي بالكم من الاحجام، الفيزيكيولا سيميناليز تبتدي تديني قناة ارفع شوية اللي هي الفاز ديفرنس، الوعاء الناقل. الوعاء الناقل يطلع لفوق عشان يديني ارفع قناة ارفع منه اللي هي التستس او الخصر. رسم كل واحدة بلونها هون علشان يبقى التمييز ما بينهم سهل بالنسبة لكم بالشكل ده. تكون طبعا عدد لفات فيها كتيرة جدا وملتفة حوالين نفسها بشكل واضح. بقى كده الجهاز الهضمي والجهاز التناسلي. طيب اول جزء في الجهاز التناسلي من تحت ده عبارة عن المجرى الدافق، المجرى الدافق جاكيولاتري داكت، جاكيولاتري داكت معناها المجرى الدافق. اتفقنا الجزء الاولاني ده الفيزيكيولا سيميناليز، الحوصلة المنوية. الانبوبه اللي بعد الفيزيكيولا سيميناليز على طول ده الفاز ديفرنس، الوعاء الناقل، والجزء الملتف حول نفسه في الاخر ده عباره عن التستس او الخص. يبقى الرسمه اللي قدام حضراتكم دي كده، دي بتوضح ذكر الاسكارس المتشرح في جهازين اتنين، الجهاز الهضمي والجهاز التناسلي، ونخلي بالنا ان هما الاتنين بيشتركوا مع بعض في فتحه واحده.